الصاعقة. وها هو العملاق يهدر لا يهاب الشر، تقدم أيها العملاق يا مغوار. وابل نيازك ورعد شامخ كالطود في وجه الخطر، ويشهر للأعادي سيفه المبتر. موجة الإعصار الفتاكة، وأن تنزل عليهم مثل زخات المطر، فأنت الجد وقت الجد يا الرمية الملتهبة. إذا ظهر العداء أو سيطر الأشرار، ترى الأبطال قد هبوا كما الإعصار، وقالوا كلنا سد بوجه الريح، وريح عاصف ستبدد الأخطار. لن يتمكن الشر من هزيمتنا، فنحن أبطال الروبوت. قفوا! أشعر أن هناك أمرا ما. يا للهول، هذا أنت؟ ألا تريد أن تتكلم؟ لنهجم عليهم الآن. لا، لم نأتي إلى هنا لقتالكم. ماذا تريدون إذن؟ أخبرنا حالا. لقد جئنا إلى هنا من أجل أن ننضم إليكم. ماذا قلت؟ لقد قررنا العودة إلى جيش القائد حالك، لذا نريد أن نأتي معكم إلى قلعة القائد دامس. هذا ما جئنا من أجله. حقا؟ نعم، لقد توجه القائد حالك نحو القلعة، لذا لا ينبغي أن نتأخر عليه. صدقني، ما أقوله هو الحقيقة. حسنا إذن، فلنسرع. هيا لنسرع. إذن سنرى من سيصل أولا إلى قلعة القائد دامس. هيا بنا. لا تنسى أن السرعة هي سمتنا المميزة يا صديقي. ماذا؟ ولا تنسى أن ما يميزنا هو قدرتنا على التحمل. سنراكم لاحقا. هيا انطلقوا. هي قلعة زعيم الظلام. حسناً، سندمر هذه القلعة عن بكرة أبيها. هاي هاي رعد، لا تتعجل كثيراً ولا تقم بأي عمل وحدك. يبدو أنه شقيق المساعد، فهو يشبهه كثيراً، كلاهما متهور. إعصار، الآن ليس الوقت المناسب للمزاح، لنلحق به، علينا أن نركز في هذا. حسناً، لنهبط الآن. رعد، هل نسيت روح الفريق الواحد أم ماذا؟ ما الذي حصل لك؟
اصمت رجاء، هذا غريب بالفعل. إن المكان هادئ بشكل مخيف. هل تعتقد أنهم وضعوا كمينا قبل وصولنا إلى هنا يا قوة الأشواك؟ سأتفقد المكان. هذا غريب، لا يوجد أي كمائن بالقرب من هنا. لم يكشف جهازي عن كائنات حية لأحد هنا. بصراحة هذه القلعة الكبيرة ليست مسكونة يا أصدقائي. ماذا؟ لا أحد هنا؟ ما هي خطة زعيم الظلام يا ترى؟ لا أعرف أنا أيضاً. أقترح أن نحاول معرفة الأمر قبل اتخاذ أي خطوة. إن التأجيل أكثر من مرة يربكنا ويفسد خططنا. لنتبع الخطة الأصلية ونسر عليها. اتبعاني. قوة الأشواك، تعال إلى هنا. هاي رعد، ما خطبك؟ قل. لا يعقل، ألم تتعلم ما هي روح الفريق؟ علينا أن نتعاون مع بعضنا البعض، لذا عد. شهاب، لنذهب إلى الداخل. هيا سعاد، تحركا بسرعة. هل أنت جاد أم ماذا أيها الدراج الناري؟ هذا خطر جدا، ألا تعلم ذلك؟ لا تقلق، سأكون بخير. أيها الدراج الناري، أنت تريد زيادة قدرة محركك إلى الدرجة القصوى، ولكن علي أن أخبرك أن هذه المحاولة ستنهك نظام حاسوبك، وبالتالي قد يتعطل جهازك بالكامل. هل تفهم ما أقوله جيدا؟ لا يهم، إن لم أعاني فلن أحصل على نتائج. أنا جاد هذه المرة. ستطرأ بعض التغييرات على بيانات النظام الشخصي، لذا ستعاني من بعض الآلام خلال هذه العملية. مقارنة بآلام أصدقاء الشجعان فهذه لا تساوي شيئا على الإطلاق. هيا ابدأ. حسناً، إذن حان وقت العمل الجاد. هيا شغل الجهاز، لا يسعني الانتظار. ستعاني من بعض الآلام فاحتمل هذا. هيا أعدك أنني لن أصرخ، ابدأ. يا هذا مؤلم جداً. ألم تقل إنك لن تصرخ؟ أنا لم أكن أصرخ الآن، بل كنت أتحدث بصوت عال. ألا تميز بين الصراخ والكلام؟ ماذا تريد الآن أيها الدراج؟ حسناً، سأغني لك. قم بعملك فقط، هيا ابدأ. ما الذي تنتظرانه؟ هيا. لا 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 لا. ما بكما؟ ما بكما؟ لا تضيعا وقتي، هيا بسرعة، هناك من ينتظر مساعدتي، هيا بسرعة. ها
هيا. لماذا يوجد هنا العديد من الجنود المصابين؟ الوحوش المدرعة كانت هنا وكانت تحارب بشراسة. من فاز في هذه الحرب؟ هل فاز حالك يا ترى؟ لندخل ونتفقد الأمر. كن حذرا، ربما يعود حالك في أي لحظة. إذا اقترب منا سنقضي عليه بضربة الطيف الصاعق وسنجعله حطاما. حسنا. حالك، وصلنا إلى قلعتك. ماذا؟ لا يوجد أحد. حالك، حالك، اخرج وواجهنا الآن. يبدو أن القلعة خالية، لا يوجد أحد سوى الجنود المصابين. أعتقد أنها كانت معركة عنيفة جدا. المعركة قضت على الجميع، ولكن أين حالك يا ترى؟ هل مات في المعركة؟ أم هرب لينجو بحياته؟ الأمر محير. ليس بالضبط. أشعر بقوة هائلة وكأن أحداً ما هنا. شعوري لا يخطئ أبداً. وميض النار، ماذا؟ هل أنت خائف؟ لا، ولكن الأمر يختلف عما رأيته في الأماكن الأخرى. إن المكان هنا غير آمن، لنذهب من هنا بسرعة. أرى أن هذا أفضل. حسناً، أنا موافق. بما أنكم وصلتم إلى هنا، فلما العجلة في العودة؟ من هذا؟ من هناك؟ هذه آثار أقدام الذئاب الثلجية.
لابد أنهم وصلوا. حسناً. دامس، لقد عدنا لمساعدتك. دامس، لقد أتينا. ما هذا؟ أين الجميع؟ أين الوحوش المدرعة؟ أين الذئاب الثلجية؟ لا أحد هنا، هذا مستحيل. حتى القائد دامس اختفى. لابد أن أجد آثار القتال. ماذا يحدث هنا؟ ما الذي حصل؟ هل اختفى الجميع في لحظة واحدة؟ ما هذا؟ ضربة عصار الرمال. ضربة عصار الرمال. ضربة عصار الرمال. إن مهارة عصار الرمال مخصصة لضرب القائد دامس. هل تعرض لهزيمة شرسة على يد الجندي العملاق والموج الضارب؟ أيها الزعيم دامس! هذا أنت؟ من؟ الزعيم حالك؟ أين القائد دامس؟ هذا بالضبط ما أردنا أن نسألك إياه. ألم تنتصروا عليه في القتال باستخدام ضربة عصار الرمال؟ لقد أتينا إلى هنا لكي نهزمه، ولكن علينا أن نجده أولاً. إذن أنتم أيضاً لا تعرفون مكانه. حالك، ماذا تفعل هنا؟ ألم تحتل هذه القلعة بعد؟ أنا لست معنياً بهذه القلعة. ستظل دائماً قلعة القائد دامس. ولكن ما سبب مجيئكم إلى هنا؟ أتيتم لهزيمة دامس؟ لسنا مجبرين على الإجابة على سؤالك. عليك أن تهدأ. حسناً إذن، دعوني ألقنكم درساً لن تنسوه. هل تريد أن تقاتلنا نيابة عن الزعيم دامس؟ نعم، هذا ما أريده. جيد، علينا أن نحارب أحداً بما أننا وصلنا إلى هنا. حسناً، استعد. حسناً، هيا بنا إذن. سوف تندمون جميعاً. هذا رائع. انتهينا من تركيبها.
هذا رائع، أصبحت سريعاً، أسرع محارب في القلعة. مدفع الجميل. أخيراً أستطيع استبدال السلاح العادي بهذا المدفع القوي، رائع. ولكن حسب علمي فأنت لا تملك أسلحة. اسكت اسكت. أعلان، هناك شخص من الوحوش المدرعة يريد لقاءك. ماذا؟ من الوحوش المدرعة؟ كم عددهم؟ واحد فقط. ماذا؟ واحد؟ سألقنه درساً لن ينساه، سأريه، سواء أكان وحشاً مدرعاً أم فهداً أسود. أهو وحش مدرع أم فهد أسود؟ أريد أن أعرف من سأقابل. قال إنه يدعى المستشار. ماذا؟ المستشار؟ من الأفضل إذن أن أقابله عند البوابة. أيها الدراج، ألم تقل للتو إنك تريد أن تلقنه درساً قاسياً؟ أنت لا تعرف شيئاً، لقد أصبحت أمير القلعة. ماذا تفعلون إذا حاول المستشار اختطافي؟ من سيكون أمير قلعتكم بعد الآن؟ أنت؟ أنتما الاثنان تعالا معي، هيا. هيا، ماذا تنتظران؟ يا له من فاشل. كيف حالك أيها الدراج الناري؟ أنت شرير وتريد البحث عن المتاعب، بإشارة من يدي سيقضى عليك. أيها المحاربون، استعدوا لإطلاق النار. انتظر لحظة أيها الدراج الناري، لقد أتيت لمساعدتكم. ماذا؟ لمساعدتنا؟ نعم، كما سمعت. إذا ظهر العداء أو سيطر الأشرار، ترى الأبطال قد هبوا كما الإعصار، وقالوا كلنا سد في وجه الريح، وريح عاصف ستبدد الأخطار، فريق واحد دوما لنشر الخير، تقدم للعلا هيا ميض النار. ضربة القمر الصاعقة، وها هو العملاق يهدر لا يهاب الشر، تقدم أيها العملاق يا مغوار. وابل النيازك، ورعد شامخ كالطود في وجه الخطر، ويشهر للأعادي سيفه المبتر. موجة الإعصار الفتاكة، وأن تنزل عليهم مثل زخات المطر، فأنت الجد وقت الجد يا إعصار. الرمية الملتهبة، لن يتمكن الشر من هزيمتنا، فنحن أبطال الروبوت.